وفي القرن الإفريقي الحكومة الاتحادية الصومالية لا تستطيع تغيير أي شيء بخصوص اتفاقنا الثلاثي الأخير حول ميناء بربرة في أرض الصومال. هذا ما أكده سعادة سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية خلال مقابلة خاصة مع مركز الأخبار. أما بخصوص التطورات الأخيرة في جيبوتي فقد توقع بن سليم أن يكون حكم المحكمة في لندن لصالح موانئ دبي العالمية لأنها ليست القضية الأولى مع جيبوتي. طبعا ما تقوله وتصرح به الحكومة الاتحادية لا يعنينا، وحكومة أرض الصومال دولة صار لها مستقلة 28 سنة ومستتب فيها الأمر وتمارس الديمقراطية، ومشروعنا هذا حظى بموافقة البرلمان في صوميلاند، ولا تستطيع أصلا الحكومة الاتحادية أن تغير شيء على أرض الواقع إلا مجرد تصريحات هم لا نستطيع أن نوقفها. أما على أرض الواقع إحنا مستمرين وملتزمين بهذا المشروع، وأيضا شركائنا من حكومة صوميلاند وأيضا شركائنا الأثيوبيين. القرار من المحكمة طبعا اللي نحن التجأنا بالتحكيم هي نفس المحكمة اللي اشتكوا علينا سابقا فيها، قرار بيصدر منهم طبعا ونحن نتوقع يكون في صالحنا في النهاية. طبعا تنفيذ القرار نحن طالبين غرامات وتعويض معنوي، تعويض على سمعتنا، تعويض على الإجراء التعسفي اللي قاموا. بالواقع هم لم يلغوا، هم استولوا بالقوة على ميناء نحن نملك جزء منه، وهذا للأسف بيضر جيبوتي، بيضر الدول الأفريقية بشكل كبير. نحن ماليا ما تأثرنا إلا قليل، يعني بالنسبة للميناء دخله ما يعني الكثير، ولكن أعتقد أن أفريقيا بشكل عام ستعاني من ما عملت جيبوتي، لأنه بيظل الاستثمار خطر.